الخط الفاصل بين الظلام والنور، لحظة الخلاص، ساعة نصب فيها الشعب المصري الميزان وأعطى كل ذي حق حقه. الثلاثون من يونيو، اليوم الأخير في حكم جماعة الإخوان، وصلوا إليه وهم يظنون أن مؤامرتهم لن يعلمها أحد، لكن الشعب المصري أدركها من البداية. عام من الضعف والخذلان والمؤامرات، فبمجرد تولي الجماعة الرئاسة بدأت في تفكيك مؤسسات الدولة للسيطرة عليها وتقديم مصالحها على اسم مصر، وصارعت بتعيين أفرادها الذين لا يصلحون في مختلف المناصب. وفي سابقة من نوعها أقال مرسي النائب العام وأصدر إعلانا دستوريا لتحصين قراراته التي يتخذها من أجل الجماعة وليس مصر. الإرهاب كان عنوان حكمها، إرهاب المعارضة وقمعهم وقتلهم في الاحتجاجات، وتنحية شباب الثورة جانبا، وحصار المحكمة الدستورية حتى لا تنظر في قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي مرروه. أما الإرهاب في سيناء فحدث ولا حرج، ففتحت الجماعة الباب هناك أمام الجماعات الإرهابية على مصراعيه كإحدى ضمانات ترسيخ حكمها، حتى إن أحد قادتها بعد ثورة الشعب قالها صريحة: الإرهاب لن يتوقف في سيناء. وصلت الجماعة إلى يوم 30 يونيو ويداها ملطختان بدماء الجنود في سيناء ورفح، وحاولت تفكيك الأمن المصري واستبداله بلجان شعبية من أفرادها تحميها. اشتركت الجماعة في مخطط دولي لإسقاط مصر مقابل استمرار حكمها، وهو ما جعلها تلهث خلف التواطؤ في العديد من المؤامرات الخارجية. انشغال الجماعة بالسلطة تسبب في تردي الوضع الاقتصادي وفشلها في السياسة الخارجية والتعبير المتواصل عن القلق من العنف والإرهاب. لم ينس الشعب إصدار مرسي عفواً رئاسياً عن 2500 متهم بجرائم الإرهاب وعن العديد من كبار الإرهابيين وإخراجهم من السجون، ولن ينسى حضور قتلة الرئيس المصري أنور السادات في الاحتفال بذكرى انتصار 6 أكتوبر. تمرد الشعب المصري على الجماعة وحكمها وثار في 30 يونيو لخلعها، وكعادة الجيش المصري انحاز للشعب وأصدر قراره بتنحيتهم من المشهد وتحمل مسؤولية مواجهة الإرهاب الذي صدر منهم إلى النهاية. 30 يونيو، اليوم الأخير لجماعة الإخوان في مصر، وبداية جديدة لبناء الدولة المصرية كما ينبغي أن تكون.